بالنسبة للصالح من الأولاد شيخ صالح، بعض الأولاد ينشأ نشأة صالحة منذ صغره، وحينئذ يكون فيه جاذبية لوالديه حتى يحسنوا إليه. هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ هذا من البر، وهذا عوضه من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده نظرا لأنه بار بهما أو أنه يحبه أكثر من غيره أو ما أشبه ذلك. أما ما يؤديه الولد نحو والده من البر فهذا واجب عليه وأجره على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بالعدل بين الأولاد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يخص البار به دون غيره.